جيت ورجيكي شغلة. هاي الصورة تصورت بموبايل اختك نورمان. في حدا ترك صور بفلاشي قدام بيتي، وانا وقت شفتهم نقلتهم لهون. الوثيقة اللي عرضوها راكانو ديما وقت المحكمة. صورت ببيتي نازلي. واضح انه اختك صورتهم ووصلتهم لديما. نازلي، كان عندك معلومات عن هذا الموضوع؟ في عندي. يعني سكتي مع انك بتعرفي، مو هيك؟ جاوبي. لك أنا ما عم صدق بنوب. هذا الشيء ما نو معقول. بعرف، وكان لازم خبرك من لما عرفت، وكان بدي بس ما قدرت. أنا بعتذر منك. ومشان هيك هربتي مني؟ قلتي بهرب أحسن ما يضل يعذبني ضميري عنده. لو وقفتي قدامي وقلتي لي كل شي ما كان أحسن بكتير؟ كنت بدي أحمي نورمان مو أكتر من هيك. لك شو عملت نورمان غير إن منعتي من إني أخذ وصية بدر نازلي؟ أنا هلأ فقدت ابن أختي بس كرمال إنك تحمي أختك. أنا وثقت فيكي. أنا ما وثقت بحدا قد ما وثقت فيكي أبداً. شكراً. صحيح، نحن شكينا فيها لنورمان، بس مو لدرجة إنها تعمل هيك. لا، وظفنا البنت بالشركة كمان.
قصدي أنا وظفتها. طيب وأختها نازلي شو عم تقول؟ شو بدها تقول يعني؟ موضوع مثل هاد مانو بسيط، وأنا ما بسامحها بنوم. أكيد مالو بسيط، ولازم إنه ما ننسى بالمرة إنه نورمان هي يلي صورت الوثيقة. نازلي ما لزنت الحقيقة، نازلي هي نازلي كذبت علي بهالموضوع، ما هيك؟ سعيد، نازلي خبت عني كل اللي صار، ما بكفي هاد؟ لهيك لا حدا يحاول يحميها لنازلي، لأن مزنبة مثل نورمان بهالموضوع. هي أول مرة بشوفك معصب لهالدرجة. لا تبالغ، أنا على طول بعصب، بس مو هيك فريد، هالمرة غير. ليك أصعب جرح بيكون من يلي بتحبه، وانت عم تعيش هالشي بسبب مشاعرك تجاه نازلي. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا فيك، أنا أجيت دغري لعندك فريد. طيب لكان، أنا رح أمشي وأنتو خدوا راحتكم بخاطركم. مع السلامة. لك أوف، معقول يصير هالشي هاد؟ يعني أنتي شو متوقعة فتون؟ قصدي مو معقول يلي أنتي عملتي، يعني لو رحتي قبل ساعة وقلتي له يمكن ما كانت ردة فعله هيك. واضح إنه راح على البيت وصار معه شي وبعدين إجا لعندك. برأيك أنا تأخرت عليه بس ساعة فتون؟ أنا كان لازم روح وخبره بالساعة اللي عرفت فيها بالموضوع. طيب بس واضح سبب هذا التأخير. نازلي، بعرف إنه أنا سبب كل اللي صار معكم، وبعرف إنه حكي هلأ بلا طعمة، بس عن جد أنا بعتذر. شو ساوي؟ ما رح تحكي معي شي؟ ما بدك تصرخي بوشي؟ لو كان في فايدة كنت صرخت عليك إنه أرمان، بس هلأ ما عاد يمشي الحال، خلصت القصة، ما في داعي صرخ عليك. والله كنت مفكرة إنه فريد بيك رح يكون متفهم أكتر من هيك كمان. الحالة يلي شفته فيها ما عجبتني أبداً. شفتي قديش كان زعلان؟ ما كنت عم استنى منه غير هيك. آه يا روح قلبي أنتي، هلأ أكيد قلبك رح يوجعك يا عمري. وجع قلبي هلأ مو مهم، هاد شغل دي ماما وشغل جوزها. على أساس أنتوا اتفقتوا ما تحكوا، قلتي ما حدا رح يخبر، ليش صار هالشي؟ شكلنا ما اتفقنا منيح. أنا اليوم عرفت شي مهم. بعرف، وصلتها كي الفلاش بظرف، ما هيك؟ حتى فيها صور. أنا اللي بعثت لك إياها. أنت كيف إجتك هالفلاشة؟ برأيي مانو كتير مهم كيف أو من مين وصلت لعندي. مزبوط، المصدر واضح، لأن هالشغلات كانت عند أختك ديما وبس، لعبوا بالوثائق وخفوا اللي لقط هالصور من بيتي.
أنا بعرف إنه نورمان اللي صورت، حتى نازلي خبت عني كل هذا الشيء. طيب أنت لشو استنيت وبعدت لي إياها بهذا اليوم؟ على الأغلب ما كانت عندك. أنا كنت بعرف من قبل فريد ومن فترة منيحة، بس كنت متردد بموضوع إني أقول هالشي، وبهاليوم تحديداً خطر على بالي إني أبعتها. واليوم لك قررت تحكي؟ إيه، مو من حقي أحتفظ بهيك قصة لحالي بنوم، فقلت لك. وهي أنا عرفت الحقيقة وقت أنا عصبت كتير، بس عم شوفك إنك هادي لدرجة كبيرة. مو صار اللي صار؟ يعني أنا شو بعمل؟ صحيح إنه يلي عملته نورمان شي ما بينقبل ولا بأي شكل، بس نحنا شو لازم نعمل؟ نروح نفضحها للبنت يعني؟ رح أطرد نورمان من الشغل. قرار منيح. طيب نازلي شو وضعه هون؟ أنا مزعوج منها وكتير معصب، ومستحيل إني سامحها على اللي عملته أبداً. يلي بيحب يسامح. أنا سامحت نازلي من وقت طويل لأني مجبور إني أتفهم الوضع الصعب يلي عاشته. إذا أنت كنت عن جد بتحبها سامحها. المهم إنه ما تأذيها. عجبك الشغل يا أفندي؟ لا ما حبيته. ما حبيته؟ ليش؟ لأنه كان كتير بطيء، يعني ما خلاني اتحمس ولا حسيت بشي، مليت منه. معك حق وأنا كمان مليت، بس وضعك ما عجبني. لازم نعمل شغلات بتحبها. شو بتحب نعمل؟ لقيته
خدني على المطعم لعند نازلي. نحن كنا هنيك يوم الافتتاح صح؟ بس أنا ما انبسطت كتير بالافتتاح، بعدين جوعان وأكيد نازلي بتكون حضرت أكل طيب كتير. لو سمحت خالة خدني. هلأ اطلع بالسيارة ومنشوف. طيب بما أنه الشتاء على البواب، أول شي لازم نهتم فيه هو الشوربات. رح نعمل شوربات تركية وشوربات شرقية. طيب والحلويات؟ مثلاً أنا باكل حلو كتير بالشتاء. معك حق، منزيد الحلويات على القائمة. لا شو ميمار، اشتهيتي الحلو على السيرة؟ لا تكوني من الناس اللي بيموتوا إذا ما أكلوا حلويات. لا بس بجن إذا ما أكلت كل يوم. تعرفي شغلة؟ لازم نشوف شو هي أصولك. أكيد أنتي من إسكي شير على هالحالة هاي. أنا جيت. أهلين بدر بيك، شو هالمفاجأة هاي؟ مع مين إجيت؟ عمك عزيز؟ لا مع خالي. أهلا وسهلا. أهلين فيكي. جوعان حبيبي؟ ايه وكتير كمان. ايه روحوا غسل إيديك لكان. يلا تعا. سمعت انك قررت ما تسكر المطعم، شكرا لك، كنت رح اتصل اتشكرك. لا ما في داعي، لا تتشكريني بنوم ولا تفكر اجيت لانه سامحتك، بس لانه بدر اصر علي. مو غريبة عنك. يا سلام لكن ريحته كتير حلوة. صحة وهنا. برأيي لازم تاكل معي كمان. لا روحي أنا مو جوعان بنوم. مثل ما بدك حبيبي بدر، هذا الحلو لإلك، تاكل منه بعد ما تخلص صحنك. نازلي معلش تجي تعدي معنا شوي. يا روحي عندي شوية شغل بالمطبخ. هدي معنا بس 5 دقايق. موافقة؟ موافقة بس 5 دقايق. طيب تفضلي. تشك تشك. يي انت عم تصوري يا حلو؟ ايه وحفظتها كمان، حجمها 53 ميجا، 4 بعض. يلا قربوا شوي مشان تطلع الصورة حلوة. تشك تشك تشك. يلا خالي تشك 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 أكتر من هيك. يلا تشيك 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 تشيك. كأنه أنا قلت لكم قربوا أكتر. يلا ما بدي أحكي كتير، هيك منيح. تشيك 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 تشيك. ابتسامة تشيك تشيك تشيك. يا سلام تشيك 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 تشيك. وهلأ حفظتهم بعقلي هاد. يلا روحي كل أكلاتك، خلينا نمشي، حاجتك لعب. يعطيك العافية. الله يعافيكي. وينو فريد بيك؟ بالمطبخ. طيب أصحك لا تدعسي هون، لا تواخذيني بس لازم ينشف لتمشوا عليه، يا ريت تفوتوا من هونيك. طيب ماشي. شوفي ماشيين على الطرف، ما رح نوسخ لك. انت ما بتفهمي؟ صح كان اطيب محشي عملتيه بس مو احسن محشي اكلته اكيد. يعني يا بدك تطوري حالك يا بتتركي الشغل، عندي الموضوع بسيط. عندكم نص ساعة بس، يلا لشوف الحقوني. لكن أعي الرز بالأول وعصري عليه نص ليمونة. ليش مين حضرتك؟ أنا السمكر يا قلبي، الحق علي إني عم علمك، مستحيل تكمل عنده للأسف. تصطفي كأنكم تأخرتوا.
لا نحن ما تأخرنا عليك أبدا. طيب خلونا نبلش. ميمار أنا قبلت شوفكن لأنك أصريتي علي كتير. بصراحة كنا بدنا نورجيك هدول. هاتي لشوف. مو مناح بنوب؟ ما في عندك غيرهم؟ لا ما في غيرهم، وكالة الإعلان ما بعتت غير هدول. بدك أنت تختار واحد وبعدين منبعته على المطبعة. وبعدين؟ بعد هيك منوزعه على البيوت والمحلات بالمنطقة لنعمل دعاية. شو نحن عم ندير بسطة ساندويش؟ معناها تعوا نعمل عرض ساندويشة مع قرصين فلافل. فريد بيك نحن رح نساوي هيك لأنه نحن ببداية المشوار. ليكو هذا المطعم لازم يكون مختلف كتير ومو مثل غيره بنوب. ليش لنحدد حالنا بهي المنطقة وبس؟ لازم يجوا الناس على هالمطعم من كل مناطق المدينة، وهالمكان لازم يشد كل السواح كمان. أصلاً عندنا قائمة أكل قوية كتير رح تجذب الناس كلهم. ما بكفي، أول شي لازم نوصل للناس الراقيين لحتى ننجح. بهدول الشغلات ما فينا ننجح أبداً. طيب ماشي أتحفنا بأفكارك أنت. أول شي لازم يعرفوا اسمنا منيح. لازم نبلش من هاي النقطة ونحاول نكون من أكتر المحلات اللي بتبيع كتير. ايه وكيف رح نساوي هيك؟ أنا بعرف زواق مشهور واليوم رح أتصل فيه وخليه يجي على المطعم. طيب وإذا ما قبل؟ أنا رح أعمل جهدي، بس ذوق هذا الشخص بصراحة صعب. هون المشكلة. مو مشكلة بنوب، متعودة على هدول الناس. طيب طيب فريد هلأ نحنا شو نقول لوكالة الإعلان؟ قلنا شو نقول؟ شكريون وصرفيون. رح أبعت لك الشركة اللي عم نتعامل معها. الأسبوع الجاي بتعملوا اجتماع معهم وبتخلصوا من هذا الموضوع نهائيا. شوفي شي تاني كمان؟ لا بنوب. طيب لك أنا موفقين، أنا رايح أشرب قهوتي. ما شفتي شلون؟ لك ولد طلع بوشي. بس هو شخصية كتير. ميمار انت رفيقتي مو رفيقته، ولازم تفرحي لما أفرح ولما أزعل لازم تزعلي. ايه الرفقة هيك، يعني ما لازم تحبي اللي أنا ما بحبه. نازلي أنا مو رجل آلي حتى لو ياباني. ايه بس بتفهمه أكتر منه، ولهيك عم قلك هاد الشي. ميمار لا تواخذيني بس أنا حبيت فش خلقي شوي. نازلي اسمعي، برأيي روحي لعنده قبل ما نطلع، بس مو بهاي الحالة. بدك تهدي حالك شوي. أنا مثل الشوربة، يعني بفور بسرعة وما بعرف أهدى بنوب. طلعي رح ورجيكي كيف ممكن تهدي حالك. بالأول غمضي عيونك. يلا تنفع هالقصة؟ غمضي تنفسي وخدي نفس عميق كتير وعبي صدرك وبعدين زفير. خدي نفس مرة تانية كمان، زفير، وهلأ خدي نفس وانتي فوق فوق، وهلأ زفير. وكمان شهيق وزفير. أحسن ما هي؟ إيه أحسن. أنا جاهزة لأروح أحكي مع فريد. تمام يلا. يعطيك العافية. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضل. أهلين فيك. بدي نازلي، بتعرف وينها؟ هي كأنه راحت على اجتماع عمل. يعني هالاجتماع هاد مع جماعة البنك؟ لا، شريكة ومع شريكتها، كان اسمه فريد بيك. آه طيب. عفوا بس مين إلا؟ بعد ساعتين راجع، مو مشكلة. يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي فوت اشرب مي. تفضلي. شو عم تتدربي، يوغا؟ لا قصدك هي تمارين مشان هدي أعصابي. تمارين لتهدي أعصابك؟ ليه صاير لك شي؟ إذا لازم يكون في حدا متضايق ومعصب فهو أنا، مزبوط؟ إيه مزبوط. تعصيبي تعصيب حدا ما عم يقدر يعمل شي، وغير الاعتذار وغير الندم مو طالع بإيدي أعمل لك أي شي بنوب. شو يعني انسى موضوعك وما كبره؟ مو هيك كان قصدي، وما رح أقول هالشي. بس مرات بقول
يا ريت بقدر رجع الزمن لورا. وقتها كنت بقول اللي بقلبي دغري، مثلا ما كنت بسمح لنورمان تفوت عبيتك، حتى إذا رجع الزمن أكتر وما أجيت على مقابلة الشغل عندك ولا حتى بلشت أشتغل، متأكدة إنه الأمور كانت أحسن وحياتك ما كانت رح تتغير وتصير أسوأ. رايحة أشوف ميمار. نازلي جرحتيني جرح كبير يا نازلي، وإمتى هالجرح رح يطيب ما بعرف، وإمتى قلبي رح يشفى منه كمان ما بعرف، وإمتى بتنطفى النار اللي فيه مو مبين. لهلأ مزعوج منك ولهلأ ما سامحتك، لهلأ أنا آسفة كتير نازلي، نحن صار لازم نروح. ماشي ميمار، أنا بتشكرك لأنك استقبلتنا اليوم. يلا بخاطرك، مع السلامة. أنا بدر، انت منيح؟ ماني منيح. اللي خالي بدر اطلب منك طلب ولا ما فيني؟ طبعا بدر، اطلبي اللي بدك يا. اليوم بعد الظهر المدرسة عاملة رحلة لكل الأولاد وطلبوا منا نكتب اسم يلي رح يجي معنا، بس أنا ما كتبت اسم لعمته ومشان هيك كتبت اسمك أنت. هلأ أنا شو بدي أعمل؟ حبيبي ليش ما بتخبرني بهالشغلات من قبل؟ نسيت أقول، ما بدك تجي معي؟ طيب مثل ما بدك، بجوز انت مشغول كتير، بس هلأ انا شو بدي اعمل يعني ما روح هالرحلة كمان؟ طيب لا تزعل رح اجي. اي ساعة ولوين الرحلة؟ يلا اعطيني التفاصيل. هلأ انت تعال مدرستي تعرف العنوان، لانه من هنيك رح يطلع الباص. منرشلها فلفل ومنحطها على نار هادية. حرك هي منيح وانتبه لا تحترق. تمام. وشوف ملحة بدر. يا روحي نازلة، ممكن اطلب منك طلب ولا مو ممكن؟ طبعا يا عمري فيك تطلب خير، شو الموضوع؟ اليوم بعد الظهر عاملة مدرستي رحلة لكل الأولاد وطلبوا منا نكتب اسم يلي رح يجي معنا، بس أنا ما كتبت اسمه لعمته ومشان هيك أنا كتبت اسمك أنتي. هلا أنا شو بدي أعمل؟ يا روح قلبي أنا اليوم مشغولة كتير، وانت عندك عمتك وخالك وعمك كمان، الا ما يروح حدا منهم معك. ايه بس انا كتبت اسمك انتي. بعدين انا ما بدي اروح مع عمتي ديما بنوب، وخالي فرد مشغول على طول. طيب عمك اكيد فاضي. طيب ماشي لا تجي، اكيد هلا انتي مشغوله كتير. خلص رايح لحالي بدون لا ام ولا اب. الله يسامحك يا بدر، شو هذا اللي عم تقوله؟ طيب حبيبي
خبرني الوقت والمكان لحتى ألحقك. شكراً كتير نازلي، معناتها كتير العنوان عندك لشوف.